السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح النور الخوت، كصبحتوا بخير عليكم، كل شيء مزيان، الاحوال ما كاين ما يشوش، الله يحفظكم ويجيكم كاملين. الخوت طلقنا دابا الصباحيه هذه، طلقنا الحميمات وسبحان الله العظيم واحد الطوبي، واحد جوج شنيبرات هما مع الحمام، جوج شنيبرات كيهبطوا، واحد باق احمر وواحد يمكن على ما كنظن باق ديال الاتحاد السلاوي والله اعلم. طوبي بعدا راه هبط فوق الشجنه جوج مرات. حنا قلنا زعما الحمد لله الا شدينا حنا غادي نديرو غير الخير، والله كيشهد علينا غادي نديرو غير الخير ان شاء الله الا شديناه. كيف قلت لكم الخوت بالنسبه لديك الحمامه ديال الحنقوره ديال النفيخ اللي شدينا ونتوى ممتازه والله العظيم، الا نتوى زوينه ومحتاجه انا بحال داك النوع بحال ديك انت ومحتاجه والله العظيم الا داها مولاها قسما بالله. قلت لكم الا عطيتها لمولاها تسلمها مولاها، جا عندي حتى للدار وعطيته. وبالنسبه لهادو حنا بغينا نشدوهم، ما بغيناش شي قناص يشدوهم، كيف قلنا ما بغيناش شي قناص هو اللي غادي يشد الحميمات ديال عباد الله. هانتوما هما حتى كانوا غادي يهبطوا، ردوا البال هما جوج شنيبرات الخوت، واحد باق احمر، واحد باق احمر وواحد على ما بان ليا طوبي باق خضر ديال الاتحاد السلاوي، والله اعلم هو مع الحمامه وماشي ما بغاوش شنو نقول ليها، ما بغاوش يتفاكوا، ما بغاوش يتفاكوا الخوت راه مع الحميمات ما بغاوش يتفاكوا. عندنا ثلاثه دياولي هما الشوم، اربعه دياولي وجوج ماشي دياولي، ان شاء الله ما غادي يهبطوا، خليكم معايا حتى يهبطوا وانا معاكم باذن الله. كيف قلنا الخوت قرب يهبطوا، راهم قرب يهبطوا، كيدوروا على الدار بزاف باغيين يهبطوا، هما غادي يجيو ان شاء الله مشتوم. سته الحمامات جوج ماشي دياولي ان شاء الله ما غادي يهبطوا، الا جدينا هذاك راه غادي نعلنوا عليه نقول لكم رقم الخاتم وان شاء الله. ها هما هبطوا، ها هو الشنبور الخوت لا نتوا هذيك لا الذكر ديالي، الشنبور 100% غادي يكون هابط في شجنة البروديكسيون 100% انا قلت والله اعلم. ها هما ربعه دياولي يعني فينا هما الاخرين، ها هما ربعه دياولي الخوت شتوهم، ها داك اليوم الماكله فوق السبوتنيك بالعاني باقي ما ها هو واحد هبط، ها هو واحد هبط الخوت باق احمر شتوه، ها هو فوق السبوتنيك هبط باق احمر، اللي مشى عليه شي طوبي محروق في سيف ابيض باق احمر، ها سيف من هنا وسيف من لهيا الخوت شتوه. باق حمرا هو تالف الخوت شوف هو هذا، انا زوميتو مزيان باش نجيبو عندكم، رجلي راح فيه انا. وبالنسبة للطوبي راه مبانش، كاين الخوت شنبور طوبي راه شتو مبانش، حنا هادو راه مغديش ناكلو رزق عباد الله، الله كيشهد علينا. طوبي راه مبانش، يقدر يكون في شجنة بروديكسيون، أيا تماما، راه هو كنسمعو الخوت في شجنة بروديكسيون. طوبي راه كاين في الشجنه ديال البروديكسيون، حنا غنتسناو الحميمه ترش، ها هو الطوبي شتي راه تحرك، ها هو الطوبي الخوت شتو راه فوق الحيط، ها الطوبي الخوت هو هذا، هذا هو الطوبي اللي قلت لكم. الباق ما كيبانش اخوت، الباق فيه كيداير، ها هما جوج حمامات، الباق ما كيبانش، نتوما غتجري على الشنبور الاخر. باق بيض على ما كنظن، باق بيض تماما، اللي يمكن باق بيض الخوت داك الطوبي فيه باق بيض. ها هما جوج حميمات دابا تالفين، بعد الباق كيبان بيض من هنا اولا في رقم التليفون الله اعلم، بان ليا باق بيض الخوت الله اعلم. حنا غادي نتسناو نشوفو ردة الفعل، واش نبور بحال باغي يدخل، ها هو هبط شنبور بحال باغي يدخل، بحال فيه التليفون الخوت شنبور، شنبور على ما اظن فيه التليفون في رجليه الله اعلم، داكشي اللي بالي بالي داكشي غلايض عنده في رجليه. نتمنى انه يدخل، لان بحال هاد الماركه هادي تتشد دغيا، ها ما هبطو جوج، نتمنى انه يدخل. كيف قلنا نتمنى الخوت انه يدخل، جوج حمامات دابا تالفين، فيه الجوع الخوت شي كياكل، الطريقة باش كياكل يمكن كياكل غا ديك الشياطة، راه فيه الجوع الطوبي مزيان فيه الجوع. ها نتوما دخلات، ها
هو بقى غادي ياكل غير بزاق الله يعلم ولا شنو كياكل. نشوف الباك، لا باك بيض اخوت، باك بيض، باك بيض هذاك ولا فيه التيكيت لا ما عرفتش. باك بيض، باك بيض، شنو بوك الطوبي فيه باك بيض اخوت. هاهما جوج حميمات تالفين، هما هادو جوج حميمات تالفين. شنو بغات؟ راه ما كنتش كاع نبدا الفيديو والله العظيم الخوت، ما كنت غادي نبدا الفيديو. تبانوا لي هذا باك بيض الخوت، الطو اشتوه باك بيض والاخر باك احمر. الا كانوا يدخلوا راه غادي يدخلوا، حنا ما كرهناش الطويبي زويون الخوت، الطويبي مجبد وتا الاخر زويون، وانما ملي غادي يطيحوا غادي نعلنوا على السريات ديالهم ومولاهم يجي يديهم ان شاء الله. ما طاحوش راه ما عندي ما ندير الخوت، حنا كننتظروا ونتمنوا انه يطيحوا نشدوهم باش نرجعوا من مواليهم الخوت. راه حنا الخوت كنحاولوا ما امكن نديروا الخير، والله قلت لكم راه كيشهد علينا، كنحاولوا نديروا الخير والله كيشهد علينا. يعني كيف قلنا راه شدينا حمامه زوينه وكان واحد اخر يدفنها كاع ما يبينهاش، وراه عطيناها لمواليها الخوت، كيف قلنا راه عطيناها لمواليها عزيه ديال الحنقوره ديال النفيخ ونتوا زوينه على الاقل هذه كتجيب 100 درهم، ومع ذلك عطيناها لمواليها والحمد لله والشكر لله. حنا نتسناو هاد الشنيبرات هادو يدخلوا، واحد راه باغي يدخل داك الطوبي محروق الا لاحظتوا فيه، عرفتي راه كون مشيت نلوح لهم شويه الماكله في سبوتنيك يدخلوا لانهم فيهم الجوع الخوت، ولاني تخاف نمشي نتحرك يطيروا. دابا بقاو غير همايا تخاف نمشي نتحرك يطيروا. هاهما كيدورو ان شاء الله غادي يدخلوا بلاتي. ها الذكر كاين قب، الذكر الخوت كاين قب داخل الطوبي، شتو باغي يدخل ولكن ديك البلاصه مسدوده، دوك التخابيت سدهم هنا. هذاك الطوبي اللي كيجي في السبوتنيك خصو يهبط يدخل، يدخلوا يدخلوا. يلا الخوت خليكم معايا تنشوفهم بغاو يدخلوا غادي نبدا ان شاء الله، خليكم معايا. الخوت هو واحد طاح، الخوت هو واحد طاح، طوبي محروق باق احمر راه طاح، راه تشد، راه دخل داخل كيف لاحظتوا، راه معاه بغا راهو شي راهو كيفرفر، هو بغا يطلع. ها الاخر هو غادي يدخل ان شاء الله، يشوف يشوف خو دخل غادي يدخل ان شاء الله. انا غادي نحاول هذاك ندير لي شويه ديال الماكله الخوت، نتحنا نتخبو ندير لي شويه ديال الماكله باش يطيح حتى هو ان شاء الله. خليكم معايا ان شاء الله، انا نحاول ما امكن نمشي نلوح لهم شويه الماكله في سبوتنيك. خليكم معايا الخوت، خليكم معايا. تخبيت ودرت لي الماكله في سبوتنيك وليني راه غادي ياكلوا هذوك الصقوعه كاملين. شوم هما كينقبوها كاملين غياكلوها. حنا كنتسناوه يطيح هذاك، راه وكلنا الخوت به وكلنا الحمام بالبروديكسيون، باقي لي نعطي غير الماء ان شاء الله. اليوم باذن الله الخوت، راه اليوم الخميس، انا الخوت شهر الشهر، اليوم جودي 22، هادي 48، هو غادي يطيح، هو غادي يطيح، هو غادي يطيح الخوت، هو غادي يطيح، هو يطيح، طيح طيح طيح، تكن غادي يطيح، تكن هو طاح. صافي سالات الحفلة الخوت، صافي سالات الحفلة، كيف قلنا سالات الحفلة. جوج شنيبرات الخوت هما طاحوا تشدو بجوج، هاهو واحد باق حمر، راه ما نكذبوش على الله، راه اللي كاينه كنبينوه الخوت، الله راه كيشهد علينا، كيف قلنا الله كيشهد علينا. هما جوج شنيبرات، هاهو واحد باق حمر شتوه، وكاين واحد اخر باق بيض، حنا غنديرو اليوم هاد الشبيك باش ما يخرجوش الخوت، غنديرو هاد الشبيك هذا، سمحوا لي غنديرو هاد الشبيك هذا هنا، هنا غنسدو به السبوتنيك. واخا راه عندهم منين يخرجوا الخوت، هادو راه عندهم منين يخرجوا، هو باق بيض، وهاد الشنبور الخوت باق بيض غزال تبارك الله، كيف قلنا داك الشنبور باق بيض غزال، الشنبور هاما هاما بقاو بجوج، هاما الخوت هما هادو شنيبرات. هما هادو الخوت شنيبرات هما بجوج بيهم تشدو ماروك، نشوف ماروك اييه تماما باق بيض ماروك، تا لاخر يمكن ماروك عادي، بلاتي حنا نشدو مع الخوت وانا معاكم. هو واحد شديناه، هو واحد شديناه الخوت وغزال تبارك الله، هو شديناه باق بيض، وخليكم معايا وغادي نشدو تا لاخر الخوت
بالنسبه لشني بغات دعيو معنا بعدا غير نلقاو ديك البياسه الله يرحم الوالدين ديال الميكرو، راه التليفون عندي الصوت ديالو شويه ناقص. بالنسبه لشني بغات الخوت هما هادو اللي شدينا بجوج، هما هادو ماليهم حيت هادو الا ما بانش ماليهم غنطلقهم على المباشر، الله تعالى غنطلقهم بالله. صافي الخوت ها نتوما السيري ديال هذا 2023، ها هو باك بيض، شو الخوت هو باك بيض، باك بيض 2023 السيري ديالو كيبدا ب 58، هذا السيري ديالو كيبدا ب 58. وبالنسبه لهذا هذا راه فيه هنا جوج سيوف ابويد، هنا جوج سيوف ابويد، هنا هنا ما فيه والو. هذا الخوت هذا باك احمر 2023 السيري ديالو كيبدا ب 13، هذا باك احمر السيري ديالو كيبدا ب 13. يلاه اللي ديالو يدخلوا عندي الله يرحم لكم الوالدين، الا ما بانش مولاهم راه غادي نطلقهم. انا غادي شنو غندير لهم، نعزلهم لهيه صافي الخوت، غادي نعزلهم في داك الصندوق اللي لهيه. يلاه ها هما الخوت، ها هما جوج حميمات، حيت دابا هادو الا ما شديتهمش الان غير واحد القضيه يقول لك واحد اخر كتشد حمام عباد الله، حيت هادو كو كانوا مولفين عند بنادم كاع ما غادي يجيو لعندي. هادو تالفين وفيهم الجوع، قاتلهم الجوع. الا ما شديتهمش انا غادي يتصل بهم واحد اخر اللي ما غاديش يطلقهم، والله العظيم غيتصل بهم شي واحد اخر اللي ما غاديش يطلقهم. وكاينين والله العظيم الا كاينين، كنحفظ بالله انا راه كندير التقليد الا كذبت، راه كاينين اللي كيجدوا الحمام وكيهبطوه يبيعوه، وكاينين اللي كيجدوا الحمام وكيمقصوه. خير دليل هذا اللي حدايا، والله الله العظيم الا كيجد شنبور كيبسبس وكيقصب وكيحيد لي جناحو. ها هما الشنيبرات الخوت اللي طايحين هما هادو. يلا تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين، نشربوا بعدا الحلال والله يحفظكم وينجيكم. لا اه لا فيه إيه الخوت، حنا رجعنا لكم من جديد دابا ان شاء الله. شحال في الساعه بنتي دابا؟ بلا شي شو دابا؟ دابا 4:39 دقيقة. 4:39؟ اه. الخمسة وخد دابا الخمسة ما بقى لها والو. الخوت اللي شاف لكم الله يرحم لكم الوالدين ديك البياسة ديال الميكرو اللي شافها يعلمني الله يرحم لكم الوالدين. والله ما عرفت فين درتها. والله العظيم إلا حلمت بها. اليوم الصبحية هذه فاش نعست حلمت بها الخوت، والله العظيم إلا حلمت بها. عرفتي فين تلفات ليا؟ ما عرفتش دابا كنخدم بلا ميكرو، والله اعلم. كيف قلنا الخوت راكم لاحظتوا بان دوك جوج وليدات الى بانوا ماليهم غادي نعطيهم ليهم ان شاء الله. غادي نخرجوا دابا كيف قلنا، نخرجوا الوليدات كيف العاده وان شاء الله غادي نطفوهم يطيروا. كيف لاحظتوا دخلت لي الحلقين ديك الخصه في الحلقين. انا الخوت هذه هي البركه اللي عندنا الحمد لله، هذا هو الحال اللي عندنا كيف العاده. ضروري الخوت ياكلوا ويشربوا الماكله، راه نقدروا نقولوا سالات الاكل، الماكله نقولوا نقدروا نقولوا سالات. خاصني غدا الجمعه، غدا خاصني ندير باني باش ما كان ان شاء الله. نخليو دابا الحميمات ياكلو خاطرهم ونخرجو. انا كنخرج لك هاد الشنابع ماشي مشكل. هادو راه باقين، هادا راه عطشان اللي يمكن ولا باغي يخرج عطشان، هادا عطشان الخوت. الما راه درت ليهم شويه ديال الخل التفاح. نسيت الخوت واحد القضيه والله العظيم تنسيت، ما درتش ليهم زيت الثوم والله العظيم تغنسيت، نسيت غدا فكريني بنيتي نديرو لهم الثومه. صافي زيد ديال الثومه فكريني فيها ان شاء الله. لا لا بغيت ندير لهم واحد فاش نبدا، بغيت ندير عليهم شي سيمانه ان شاء الله، بغيت نديرها سيمانه عاد من بعد نحبسها لهم، بقى نديرها يومين في السيمانه. هذا ما كان حتى الغدا فكريني. انا الخوت كيف كتلاحظوا الوليدات ها هو هذا يلاه بدا كينقب، راه الا كيبان لكم كيبان لكم مسهوت. ومبروك على الاخوه اللي استطاعوا يديكلاريو في هذا المطلق القاصح ديال العيون، راه مطلق ديال بصح. ومبروك اللوفت دار السلام حتى هو راه ديكلار البارح بواحد الحمامه. ومبروك الاخوان اللي ديكلاراو في سيدي حيا الغرب، ومبروك الاخوان اللي ديكلاراو هنا في سلا تا همايا. ونتمنوا الخير اللي باقي راه زادوا في بالنسبه للمطلق كيف قلنا ديال العيون، راه زادوا حتى الجمعه ان شاء الله غدا اخر اجال ان شاء الله. داروا 5 ايام، لان المطلق ملي تيكون قاصح وما كيكونش داخل الحمام راه كيديروا 5 ايام.
غدا ان شاء الله اخر اجل. اما شني بغاتك يشربوا تبارك الله هادو اللي عاد عزلنا، هادو نعقلوا عليهم ان شاء الله الا بغى الله ولا كتاب ولا بقاو في الحياه. الدفيلي محروق وهذا هو منقط في راسو، ان شاء الله نشوفوا واش غادي يديكلاري ولا لا في المسافه. ان شاء الله العام الجاي هادو باذن الله راه غيلعبوا حتى لطنطان وغيحبسوا. الا قلنا الا بقاو في الحياه ولا بقينا حتى حنا في الحياه يلعبوا حتى لطنطان وغادي يحبسوا. والعام اللي من موراه ضروري غادي نهزوا من المسافه هو وحده، وكاين قبه دار باغي يشرب، حيت الحمام الخوت ملي تيكون بحال هكا يلاه كيتعزل اول حاجه كيبغيو هي يشرب. هو تيشرب تبارك الله، هو كيشرب. شوف شوف شوف، هو تيشرب. هذا راه اول شربه ليه الخوت، هذا اول شربه ليه. البارح راه ما شربش، دابا اول شربه ليه. خوه راه فايت شرب البارح الحمد لله. دابا خليهم حتى ياكلوا ضروري الخوت، عاوتاني نطلقوهم يتشمشوا، لان راه الشميشه كتحارب واحد شي شويه الميكروبات. الشميشه كتحارب شويه الميكروبات. وكيف قلنا الخوت بالنسبه للوليدات اللي طاحوا عندنا، دوك الجوج اللي طاحوا عندي في الصباح، اللي مولاهم يتصل بيا ما يهضرش معايا في الواتساب، لان الواتساب الخوت راه ما كنجاوبش ديك الساعه، حيت الواتساب حتى تنجمع واحد العدد وكنجاوب عليه بالليل، بيكون في علم الاخوان. وحاجه اخرى الخوت الله يجازيكم بخير، اللي كيتواصل معايا في الواتساب ما بقاش يكتب لي الرسائل، لان باش غادي تشد واحد وتبدا تقرا خمسة دقائق ولا ثلاثة دقائق ولا جوج دقائق وانت كتقرا واحد الميساج، وبالليل انا راه كنقرا داكشي بالليل وعينك كضرك راه كتكون شويه قاصحه. من الاحسن الخوت اللي بغى شي حاجه يهدر اوديو. الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تكتبوا الميساجات اوديو اوديو، هدر اوديو وقول السلام عليكم ورحمه الله وقول اللي بغيتي تقول وانا معاك. صافي الخوت الله يرحم لكم الوالدين. يلا ونتمنوا الخير. كيف كتلاحظوا الحمد لله الحميمات على ما يرام، لحد الساعه هما راه على ما يرام ولله الحمد. بالنسبه للحمام البروديكسيون راه وكلناه وشربناه ونتمنوا الخير والتيسير لنا ولغيرنا، هذا ما كان والله المستعان. حنا بغينا غا ديالنا الخوت، راه الحمامات الا شديناها كنجدو هذاك الحمام اللي كيكون تالف، ما كنجدوش حمام ديال الجيران ولا حمامه اللي كتكون ديال شي واحد جايه تاكل عندنا وتمشي في حاله، هذيك ما كنجدوهاش وما كنبينوهاش في الفيديو الخوت. راه الله ما كنهضر على شي حمامات كيجيو عندي ديال الناس، لان الناس حدايا ولا هضرت عليهم راه يقول لك هذا هو كيصور لينا حمامنا زعما شنو هادي وهادي وهادي. ما كنصورش داكشي، حمام عباد الله راه كيف قلت لكم ما كنصوروش. كيجيو عندي حمامات ديال اخوان غير حدايا، كيجيو كنلقاهم هابطين في السطح وما كنبغيش كاع نجبد التليفون ونبدا نصور فيهم، متفقين ولا لا؟ يعني الحمام اللي كنصور الخوت، الحمام اللي كيكون تالف اللي ما غاداش تمشي عند مولاها، حمامه كانت مسكينه كتبقى تالفه كيبقى قاتلها الجوع كيشدها شي واحد. اللهم نشد انا ندير فيها الخير او لا يشدها شي واحد ويدير فيها الشر. سالت الحفله احو بردات، هما الشنيبرات كاملين تيخشيو في وجههم تبارك الله، ومن بعد غادي نطلقوهم يطيروا والله المستعان ونتمنوا الخير. ومازال عندي امال الخوت، شوف تبارك الله الدفيليه هذه غزاله، شوف تبارك الله كي دايره، اللهم بارك. كيف قلنا الخوت مازال عندي امال باذن الله، عندي امال بان غتجيني شي حمامه من المطلق ديال طنطان. دوك الثمانيه الحميمات اللي بقاو لينا الخوت في المطلق ديال طنطان، تنقول والله اعلم ضروري تكون شي حمامه باقا تالفه، لان كاين داك الحمام المقاتل اللي كتلقاه كي تيبقى في شي عروبيه يبقى يدبر يبدا يرعى في الارض، وهذا كيجيك عامره بالدبانه وعامره بالحمريه. انا تنقول والله اعلم، حيت يوميا كنطلع، هذه واحد القديره، يوميا كنطلع الخوت كنقول غادي نلقى شي حمامه زايده، والله العظيم الا يوميا تنقول غادي نلقى شي حمامه زايده، والله المستعان. ونتمناو الخير والتيسير، هذا ما كان. بالنسبه للحميمات هذا هو اللي كنا شكينا فيه، هذا مريض، ها هو هذا الفيلي هذا كيبان ليا رقيق، هذا كنا شكينا فيه مريض، ولكن بانت ليا البزقه ديالو مزيانه رجعته. الاخر اللي مريض راني عزلته، هذا ما كان. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين وسمحوا لنا وعواشا مبروكه. بابا حمقات هذيك فيها ديال الماكله نزيله وقاس كيقلب عليها. دابا بابا ما عرفناش كاع فين تلفات فين مشات. يلا داك نهار الاثنين كانت عنده، اذا انا تكون تلفات ليه نهار الحد. تحياتي لكم الاخوان. رونت على ديك البياسه تقريبا رونت عليها وما بانتش ليا، ما فهمتش كيفاش، والله ما فهمتش فين مشات لي ديك البياسه، والله الا غنتسطى والله العظيم. تعيت منقلب على البياسه ما لقيتهاش، والله ما عرفت، الله ينعس الشيطان، ما عرفتش البياسه فين مشات.
كيف قلنا كيف العاده ولله الحمد. شو داك الطبيبه اللي راه مبوس اخوت راه شني برات ها انت تخبطوا بيناتهم تخبطوا بيناتهم. هذاك الطبيب اللي في الخنطرا هو بان لي ما عجبنيش لان لقيت الخوت ديال الشنيبرات راه كيمرضوا باش تعرفوا هادشي، لان الشنابر كتكون المناعه ديالهم شويه طايحه وراه تيكون المرضى خوت. الله يستر يا ربي تسترنا وتستر جميع المسلمين باذن الله. هذا الطبيب هذا راه ما عجبنيش، هذا ما عجبنيش. ديك الكوكسيديوس الخوت راه كتصل بهم، الكوكسيديوس راه كتكون ولله الحمد. ونتمنوا الحميمات يكونوا على ما يرام كيف كتلاحظوا. الضغط راه ما كنضغطش عليهم، الخوت راه ما كنضغطش عليهم. اللي بغى طير طير مره واحده لا جوج مرات الخوت ما نكذبوش على الله، جوج مرات اللي ضغطت عليهم اللي جريت عليهم والحمد لله اطاروا. ليا الخوت راه الا لاحظتونا راه كاين الكريت، راحت الذكوره في الصباح طلقتهم وحطيت لهم الكريت تماك، راه كاين الكريت راهو كياكلوا الكريت، الكريت الاحمر راه كياكلوا داك الشنابير سبحان الله العظيم. حنا راه غادي ندير لهم شويه ديال الكريت تماك ان شاء الله ونشوف حالنا العمل. كيف قلنا راه اليوم الخوت الخميس 22/6/2023 باذن الله والله المستعان. يلا الخوت تحياتي لكم وتحيه للخوت كاع اللي متبعينا في ارض الوطن وخارج الوطن، ونتمنوا الخير لنا ولغيرنا. تحيه الاخ جهاد وصابرينا، وتحيه لخويا عمر شمس الدين وخويا سمير وخويا البشير. وعائلة أمرح وعائلة طه يسرى وربيع وابتسام، وما نساوش خويا يوسف من إيطاليا، خويا رشيد من إيطاليا، كاع الخوت اللي كيبغونا الخوت. يلا تحياتي لكم وسمحوا لي ما كملش الأسماء إن شاء الله. خويا علي، خويا نصر الدين، كاع الخوت اللي كيبغونا وكيسولوا فينا الله يرحم لكم الوالدين. حنا الحميمات هما خليناهم الخوت إن شاء الله هنايا، اللي بغات تطير ها تطير، اللي بغات تشمش ها تشمش، لان راه الشمش راه مزيانه للحميمات. وما نكذبوش عليكم الخوت، راه الا بان لنا الحمام كيمرض راه غادي نعطيو الكوكسيديوس، واخا نعرف ناخذ داك الكوكسيديوس ديال البيطاري راه ديما كنخدم به ولله الحمد كيجيب الله التيسير، لان الحمام راه كيمرض الخوت بالاخص الشنابر. كيف قلنا بالاخص الشنابر راه كيمرضوا، ونتمنوا الخير. هذا ما كانوا مازال نعطيهم الكريت، خليكم معايا كتلاحظوا الكريت هو هذا، غادي نحطو لهم هنايا باش يرعاو ان شاء الله. هنا اللي بغا تضرب الكريت تضرب الكريت ان شاء الله. ها اللي قلت لكم الخوت مريض شديه بنيتي، هذا شكيت فيه، هذا هو هذا الطوبي، هذا الطوبي هذا اللي من هنا شتي فين مبوس، يعني مشى البلاصه اللي مضلله ما بغاش يمشي للشمس. سير الشمس سير سير، هذا شكيت فيه راه هو هذاك اللي فوق الحيط. انا شي طارو طاح، ماشي طارو لا، الغطايه ديال الشرابه اللي تقلعات ماشي مشكل، راه طار واحد البدعي الخوت راه طار ولله الحمد. الخوت بالنسبه للوليدات هما راه طاروا تبارك الله، هنا راه طاروا، هنا راه هبطوا جوج الخوت، هبطوا جوج وبقاو شي ثلاثه اللي ما طاروش، هادو اللي ما طاروش هما جوج، يعني جوج اللي ما طاروش وهادو اللي هنايا وهاد الثلاثه اللي هنايا. وبالنسبه للحميمات الاخرين هما الخوت هما ها انتم هما اربعه، ها الابيض يعني كلهم شتين هما ها نان. هما بداو يهبطوا ولله الحمد، يعني راه الحميمات بعدا كوميم كيطيروا شويه، من بعد غادي يتجمعوا ان شاء الله، من بعد غادي يتجمعوا هما. هما الاخرين ها البديعي هو ديال الاخ محمد تحيه ليه، انا الخوت. يلا الخوت تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان خبرنا عليكم وسمحوا لينا معكنا كندوزو الموحد وزناها نهار الثلاث، ودعوا معنا نجيبو شي نقطة تكون زوينة. يلا والله ينجح جميع المسلمين إن شاء الله. وبالنسبة لخوت الحسانات الظفار وهذا إن شاء الله حتى مور العيد إن شاء الله، حتى نهار العيد كاع عاد غادي نحسن بإذن الله، ولا مور العيد بإذن الله تندبحوا الحولي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودعيو معنا نلقاو غاديك البياسه مرضاتني، البياسه اللي كتلصق في التليفون الخوت ما عرفتش واش كتباع ولا ما كتباعش. يلا الله يرحم الوالدين. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.